طب دكتور زغلول، ونحن نتحدث عن علم الجيولوجيا والقشرة الأرضية، كان هناك أحاديث علمية كثيرة متعلقة بهل الكرة الأرضية كروية أم مسطحة، وكثير من العلماء لهم باع طويل في هذا المجال. ماذا يقول القرآن الكريم حيال هذه الاختلافات في الرؤية بين العلماء وعن الكرة الأرضية، هل هي مسطحة أم كروية؟ أما يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والليل والنهار عبارة عن غلافين للأرض، يعني الليل يغطي نصف الكرة الأرضية والنهار يغطي النصف الآخر ويتبادلان. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كيف يمكن أن تكون للأرض يعني بشكل آخر غير الكرة؟ كيف تكون مسطحة؟ هذا كلام غير صحيح ولا يقوم عليه دليل، لأن لو كانت الأرض مسطحة ما تبادل الليل والنهار وما تبادلت الفصول المناخية، وربي جعل هذه كلها دلالات على كروية الأرض حتى لا يتنازع الناس في أمره. نعم. طب فيما يتعلق بالآيات الكريمة والتي يقول فيها المولى عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، البعض يعني تحدث عن هذه الآية. نعم. الناس لا تفهم اللغة العربية فهما صحيحا. وإلى الأرض كيف سطحت، يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بتمهيد أجزاء من سطح الكرة الأرضية حتى تكون صالحة للعمران. الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية، ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عوامل التعرية المختلفة من الرياح الجارية والأمطار الهابطة وتبادل درجات الحرارة بين الليل والنهار وبين الفصول المناخية المختلفة، فسوى لنا سطح الأرض وكون لنا هذه التربة يعني الصالحة للزراعة والصالحة للعمران. هذا معنى التسوية. التسوية يعني الإعداد لسطح الأرض أن يكون صالحا للعمران، وليس معناه التسطح أبدا أبدا.